متابعينا مرحبا بكم معنا برنامجكم كومنتير. كومنتير هو برنامج خاص بالشباب أسبوعي. كل أسبوع كنصدفوا مجموعة من الشباب اللي كنناقشوا معهم موضوع كيدير لو بوز ولا في الأكتواليتي. دونك لهذا الأسبوع هذا غنناقشوا لو سوجي ديال البرامج الرمضانية وكيفاش كيشوفوها الشباب، واش كيتبعوها ولا ما كيتبعوهاش، علاش واحد الفئة منهم كتشوفها بلي حامضة والمحتوى ديالها ماشي واعر. باش يناقشوا معايا اكثر هذا السوجي هذا معايا جوج ديال المواطنات المغربيات، وحده خارج ارض الوطن وحده داخل ارض الوطن. معايا شريماء من لا تركي وجهاد من المغرب من كازا. مرحبا بكم معنا. شكرا. مرحبا اميمه. دونك ندخلوا في الموضوع ديالنا اللي هو البرامج الرمضانيه وكيفاش كتشوفوها، كيفاش كنشوفوها احنا كشباب. السؤال ديالي الاول غادي يكون لشيماء، واش كتفرجي شويه في الاعمال الرمضانيه سورتو دابا انك مشيتي ماشي ما كايناش في المغرب وكاينه على برا؟ صراحه هذا العام استثنائي ما تفرجت حتى شي حاجه. كنتفرج برنامج واحد ما عرفتش غادي تضحكوا عليا، كنتفرج سحليفه. علاش؟ عندي فضول انني نشوف واش داركوا الاخطاء اللي كانوا دوزوها في الموسم اللي قبل. البنيته الصغيره كانت كتضرب واحد لامانيغ اللي كبر منها بزاف، كتغوات اكسيتيرا اكسيتيرا. فاش تفرجت هذا العام صراحه الحمد لله المحتوى عجبني، فيه شي حاجه مبدله على العام اللي فات، داروا بالاخطاء اللي كانوا ارتكبوها الموسم الماضي هذا العام. فالحمد لله انا بالنسبه لي شخصيا كنشوف سحليفه، يعني برنامج ما به شويه زوين، ما كنتفرجش شي حاجه اخرى أبقى سحليفة هاد العام. ما عرفتش علاش، ولكن المهم ما قدرتش نشوف شي حاجة هاد العام صراحة. ملي كنتي في المغرب واش كنتي كتفرجي في الأعمال؟ وبزز منك علاش، حيت انت كتكون جالس هكا ضروري كدير يا إما الأولى يا إما دوزام يا إما، فضروري بزز منك كتبغي تبع شي حاجة. فانت جالس مع الأهل ديالك، فبزز منك الأهل ديالك يبغيو يتفرجوا في التلفازه، كيبغيو يديروا يا دوزام كيف قلت لك يا الاولى، ضروري انت كتبغي كتشوف انت المحتوى كيفاش جاك وهذا وهذا. انا مو بيرسونالمون كنشوف باللي عام على عام صراحه داك الشيء ما كيبقاش كيف ما شحال هذيك كنا كنشوفوا القدامين وكذا. مي هذا ما كيعنيش ان البرامج اللي كيديروا المسلسلات خايبين، فكاينين المسلسلات الحمد لله اللي كنشوفوهم. شيماء غادي نحبسك حيت غادي نرجعوا نتعمقوا في هذا البوان هذا مورا ما نشوفوا لافي ديال جهاد. جهاد واش انت كتفرجي في شي حاجه، نتبع شي حاجه في الرمضان؟ كنتفرج بزاف حتى انا عندي نفس الفضول ديال شيماء، يعني كنحاول نتفرج، يعني واخا بارفو ما كتعجبك شي حاجه ولكن كتفرج باش تشوف المستوى ديال الاعمال المغربيه فين وصلات كيفاش غاديه. شخصيا هاد السنه يعني سورتو مع الكونفينمون حاولت نتبع يعني لو ماكسيموم ديال الاعمال. تبعت سلامة أبو البنات، تبعت ذاك الكاميرا كاشي اللي كيديروا سوا في الدوزيم سورتو في القناة الثانية. تبعت ياقوت عنبر و شهادة ميلاد. سحليفة صراحة ماشي بزاف، كنحاول غير مرة نطلع عليهم في الانترنت وراهم طالعين في توندونس. فوالا دونك انا غنشوف، بغيت نعرف دابا شنو الرأي ديالكم، شنو التعليق ديالكم على المستوى ديال هاد الاعمال هادي. نبقى معاك جهاد ومن بعد نرجعو عند شيماء. مرحبا. شنو اول حاجة كتبغي تفرجي؟ صراحه في الاول يعني في البدايه ديال انك كتفرج الاعمال، اول مشاهده بعدها كانت عندي ديال سلامه ابو البنات بحكم انهم بداوا عرض الحلقات قبل شهر رمضان. صراحه يعني عجبني كعمل في البدايه ديالو بالحلقات الاولى ايتو. من بعد ملي التحقوا يعني بدا شهر رمضان وبدينا كنشوفوا الاعمال الاخرى، بديت كنتبع شهاده ميلاد. عجبتني القصه في الاول، ولكن ملي درت المقارنه مع ياقوت عنبر لقيت ياقوت عنبر فيها واحد الحبكة أكثر. سورتو أنهم يعني الأعمال بجوج بهم تقريبا غادين في نفس السيناريو.
يعني ديال هذا، وبالتالي انت كتولي المخرجين كيحطوك قدام امام امر الواقع، كتولي كدير لا كومباريزون بلا ما تحس. وفهاد فهاد الصدد كان كيفاش المحتوى، كيف جاك المحتوى هذا العام ولا كيفاش غني محتوى؟ المحتوى غني يعني صراحة مقارنة يعني بالسنوات الأخرى، محتوى غني، كاينين أعمال بزاف، غير هو كاين ملاحظات. أكيد أنا غرجع باش نعرف الملاحظات ديالك. نمشي عند شيماء. شيماء، علاش في نظرك واحد الفئة كبيرة من الناس كتوصف الأعمال الرمضانية في تعليقات ديالها سيغتو في لي ريزو سوسيو، فيسبوك انستغرام، بالحامضة كيقولوا عليها حامضة، لا المحتوى ديالها ماشي هو هذاك، ناقص وحنا قهرتونا وهذا وهذا وهذا. علاش في نظرك؟ صراحة بحكم واخا انا ساكنة خارج ارض الوطن وكذا، ضروري كيجيني داك الحنين ديال انا نبغي نعرف شنو كاين في بلادي، شنو كيقولوا على بلادي، شنو كيقولوا على البرامج ديال بلادي. انا كنتبع شي حاجة في لي ريزو سوسيو، سورتو الهضره ديال الناس، لي كومونتير، لي بوست. فنقدر نقول لك بلي المغاربه كنولفوا برامج في المستوى. شفتوا دوك لي دوك المسلسلات القدام ولا لي سيتكوم القدام ولا اي حاجه قديمه، فاش كدير كومباريزون ما بين شي حاجه قديمه مثلا مع دابا، كتلقى بلي كان واحد المستوى اللي هو كبير. كانوا الناس كيتفرجوا في سيتكوم، الا سمعتي سيتكوم كتلقى ان سيتكوم بعقلو، كتلقى كيضحك، كتلقى ان الناس كتبقى ضروري راسخه شي 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 تاعي ولا من هذاك لو سيتكوم كيبقى دائما تعاودها، تيبقى دائما يضحك بها هكا مع صحابو. فكنظن بلي هذا العام اولا الاعوام هاد الثلاث سنين الاخيره اللي اللي اللي, اللي مضات، فكنشوفو كاين واحد شويه شغنقول لك المستوى بدا كيهبط شويه. شفتو كيف قلت لك بلي المغاربه كانوا ولفوا واحد المستوى عالي، فدابا ما بقاش. انا صراحه شخصيا فاش كنبغي نفطر باغ اكزومبل كنشد شي حاجه قديمه، العوني، الربيب، والله ما شي حاجه اللي كبرنا معها حنا فوالا. دابا جالسه كنشوف فرانشمون كاين اون غران ديفيرونس ما بين البرامج اللي كنا كنشوفهم قبل والبرامج دابا. رومانو برطال، والله لقيت راسي فاش كنبغي نفطر مع انا اصلا ما ساكناش في المغرب، كنبغي نتفرج شي حاجه ديال المغرب. هاد العام ما جانيش شي حاجه زوينه اللي نقدر نتفرج فيها، شفتو كاين انتي كانش بغي عاوتاني ما كنقدرش نتفرج اصلا، فكنحاول نجبد شي حاجه قديمه نتفرج فيها. كنقول فرانشمون سي فري كو كان انيفو واعر، وكنا كنبغيو نتفرجوا، كنبغيو غير فوقاش يوصل المغرب باش نتفرجوا في هذاك البرنامج ولا في هذاك لو سيتكم. كنشوف ما تبغوش تكون في النيفو نزل شي شويه. كنتمنى ان الناس المسؤولين على هذا الشيء يداركوا الموقف ويحاولوا يرجعوا للمستوى اللي تعودوا عليه المغاربه واللي كانوا كيشوفوا قبل. داكوغ شيماء، شكرا لك بزاف. جهاد، واش عندك لو ميم افي كو شيماء؟ واش كتشوفي تنتي بلي المستوى ديال الاعمال الرمضانيه نزل وما بقاش كيف ما كان، كيف ما كنا كنشوفو فاش كنا حنا صغار؟ هو كنقول ربما ان هذه الملاحظه يعني فقط ربما حيت كيبقى لينا واحد الحنين مع الاعمال القديمه. كنظن الا دوينا على هذا الشيء عاوتاني في 2030 غادي نلقاو نفس الحنين لهذه الاعمال اللي كاينه دابا. انا هكذا كنستر ممكن ولكن هذا ما كيعنيش انه زعما ما كاينين زعما اعمال اللي في المستوى، غير هو كيف دوات شيماء على لي سيتكوم. ربما لي سيتكوم كاينه هذه الملاحظه ديال كاين فرق كبير بين لي سيتكوم اللي كانوا شحال هادي وبين لي سيتكوم اللي كاينين دابا. والا جينا ربما نفسروا هذا الشيء غادي نشوفوا ان مثلا لي سيتكوم اللي كيدوز دابا على القناه الثانيه اللي هو عندي زعما التفاصيل ديالو، انه يعني في لو كونفينمون هما مازال كيصوروا، فربما داك الضيق ديال الوقت ما كيخليش يعني المسؤولين ان اولا يعني المخرج او الممثلين انه يكون عندهم وقت الكافي للابداع باش يضحكوا المواطن المغربي. داكا، ولا كاين واحد الفئه ديال الشباب كيقولوا قريت دي كومونتير اللي ضحكوني، كيقول لك واش الاعمال اللي ما كتضحكش، ولا انا اللي في اللي ما بقيتش كنقدر نضحك بسهوله، ولا انا في اكتئاب، ولا هذا. واش حتى نتوما كتحسوا بهذا الشيء هذا؟ صراحه ما عرفتش، انا بالنسبه ليا شي حاجه قديمه كان باغا كنتفرج فيها وكتعاود تضحكني والله العظيم. غير كبور والشعبيه الان باقي كنتفرج فيهم وكنضحك،
ما سان غيان افوار مع لا واش انا اللي فيه المشكل ولا كذا، انا كنظن باللي المحتوى هو اللي ما كيضحك فيه المشكل. فوالا انا بغيت نعطي الملاحظه شيماء مثلا ملي هضرات دابا على كبر الشعبيه، هو الا جينا نشوفوا مثلا كبر الشعبيه نقدر نقولوا انه كان من بين نقط الضوء اللي كان في الاعمال اللي ديال السنوات اللي كانوا كيمروا فيهم. يعني كبر الشعبيه كيبقى واحد عمل اللي وقتاش ما تفرجتي فيه غادي تضحك حيت عمل ناجح، فهمتي؟ هذا هو يعني التفسير اللي كنعطيه. بغيت نوقف معك على هذا البوان ديال هذا ديال العمل ناجح، شنو هي المعايير اللي تخلينا حنا نقولوا هذا العمل ناجح وهذا العمل فاشل؟ واش هي عدد مشاهدات ولا بزاف لي ريزو سوسيو ولا شنو؟ نبقى معك جهاد ومن بعد ندوز عند شيماء. للاسف هاد المعايير هي يعني بحال دابا مثلا انا شخصيا الى دويت على سحليفه بالنسبه ليا كنشوفها هي مزيانه، يعني كونك كتشوف واحد يعني العمل اللي فيه يسار كيعجبنا بطبيعه الحال، تومي التعقيب عندي على الطفله اللي كتقوم بديك الادوار. هي كطفله الا تفرجنا فيها حنا كشباب او ناس بالغين اوكي كضحكنا كل شيء زعما مزيان، مي في يعني المرور ديالو في التلفازه باش يتفرجوا فيه اطفال، عندي فيه مشكل باش انهم ولكن يشاهدوا ديك الشخصيه. اسمحي لي جهاد، بالرغم من انه كاين طوندونس اكزاكتومون ميم سي كيدير كيدير ليفي، ولكن دونك واحد الناس يقدر يسار ولا المنتجين ديال العمل يقولوا بلي هو عمل ناجح، ولا واحد الاخرين يشوفوا يقولوا عمل ناجح حيت دار لي مليون دو فيو في يوتيوب ولا مشاهدات عاليه في تماما. نقدر نقول ان سحليفه ينجح على المستوى ديال يوتيوب، علاش؟ فانه يطلع للطوندونس لانه اون سيري اللي قصيره ما طويلاش، فهمتي؟ حيت ونقدر ندير عاوتاني المقارنه ما بين مثلا الا جينا نشوفوا لا طوندونس غنلقاو ان ياقوت عن بر كاين في لا طوندونس، بار كونتر شهاده ميلاد ما كاينش، فهمتي؟ يعني 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 الثقاله ديال العمل او الجوده ديالو ما نقدروش نحصروها بالارقام، حيت حنا عشنا هذا الشيء دابا مع المحتويات اللي شفناها في اليوتيوب كتكون راها ماشي شي حاجه وطالعه في طوندونس. اكيد. شيماء، شنو بالنسبه لك انت المعايير ديال العمل الناجح؟ انا بالنسبه لي عمل ناجح هو اللي كيبقى في الذهن ديالي، اللي واخا كدوز شحال من عام كنبقى نقول كنبقى نتفكروا بكلمه بشي جيست بشي حاجه هكا كتضحك، هذا هو بالنسبه لي العمل الناجح. فمثلا انا كنتفق مع جهات واحد المساله ديال البرنامج او السلسله ديال سحليفه، هي سلسله انا بالنسبه ليا ما غنقولش نجحات 100%، ولكن انا بالنسبه ليا تهدت من الاغلاط اللي كانوا دازوا في نوسي من قبل. سحليفه هذا العام في كو المده ديالها قصيره كتخليك انا كتفرج فيها، يعني ماشي شي مده طويله، وحنايا دابا عصر لا تكنولوجي ما كنبغوش شي حاجه طويله كتجينا ممله اكسيتيرا اكسيتيرا. فهذيك المده القصيره حاولت السلسله انها تعطي محتوى واخا قصير، تعطي محتوى زوين يقدروا نتفرجوا فيه وتقدر تضحك. هذا كاينه غير حاجه واحده البنيته اللي فيه لا نورمالمون راعي والكاينين دراري صغار كيتفرجوا ايتترا ايتترا، فيقدروا شويه يتاثروا الى ما كانش شي. دابا حنايا اصلا الاطفال المغاربه كاينين داك لو جونغ ديال دوك البنيتات ولا هذوك البنيتات، كاينين اللي تيكونوا تبارك الله عليهم فايقين اكزاكتومون تيكونوا فايقين مطورين كيقولوا كيف تنقولوا مقايم. فعاوتاني كاينين واحد الفئه ديال الدراري الصغار اللي ماشي بحال هذيك الفئه، ولكن تقدر الا ما فيها في لا تيلي وتفرجت فيها وتاثرت بها تقدر تولي تهضر بحالها، تقدر تولي دير بحالها، لي جات بحالها. فهادو بعد الملاحظات اللي كيتقالوا بزاف على هاد لا سيري وعلى بزاف ديال لي سيري اخرين، باش ما نقولوش بلي غير هاد العمل هو اللي ما مزيانش. انا بغيت نشوف لا ما كنقولوش بلي ما مزيانش، بالعكس انا بالنسبه ليا عجبني ودائما فيه شي حوايج اللي ما بانوا لك انهم ما يصلحوش يشوفهم كل شيء، ياك شيماء؟ تماما. هاد ديال الفكره ديالك صح،
سيسا، ولكن ما هذا ما كاينش ان ما كاينينش برامج زوينه، ما كاينش هذا، غير كيف كنقول لك النيفو ما بقاش كيف ما شحال هذه اللي تعودنا عليه. داكوغ، دونك باش نناقشوا اكثر هاد الفكره هذه ديال النيفو ما بقاش شحال هذه، واش في نظركم احنا الجيل ديالنا ولا متطلب اكثر، ولينا بما اننا ولينا منفتحين على العالم كنشوفوا اعمال من مختلف انحاء العالم ولينا كنديروا مقارنات بزاف، ولا حيت المنتجين هنايا ولا الممثلين ما كيديروش مجهود؟ شنو بالنسبه ليك شنو كيبان لك انت في هذا لو بوين هذا اشيماء؟ وندوز عندك شي حد. ما نقدرش نقول باللي المنتجين ولا المخرجين ما كيديروش مجهود، بالعكس هما كيحاولوا يديروا مجهود داكشي اللي عندهم متوفر، سواء الممثلين سواء امكانيات سواء البلاصه. فما نقدروش نديروا عاوتاني مقارنه بيننا وبين الناس في اوروبا ولا في امريكا، لان ما نقدروش نديروا مع الاسف مقارنه، لان هذوك اصلا فايتنا بزاف، نيفو عندهم طالع بزاف. فالا جينا نديروا مقارنه بيناتهم غادي نقولوا بلي المغرب خصنا لي ميم كونديسيون بيان سور، ما عندناش دي كونديسيون اللي يقدروا يديروا شي حاجه واعره، شي حاجه اللي تبقى نضمنوا بها. فهذا ما كيعنيش ان المخرجين ديالنا والناس القائمين على هذا الشيء انهم ما كيديروش مجهود، ولكن كيحاولوا ما امكن يديروا محتوى بالامكانيات اللي عندهم، سواء سواء فوالا سواء الناس الممثلين، لان كاين ممثلين اللي كيطلب ان بيدجي كبير، كاين ممثل غير بشي اللي عطاوه. وعاوتاني كنشوف باللي مثلا المخرج يحاول يبعد على الممثلين ديال اللي مثلا اللي ماشي ممثل. مثلا كاين الناس غير في لي ريزو سوسيو تشهروا في لي ريزو سوسيو، الناس اللي دي ما نقدرش نعطي مثلا امثله موجهه. ف كاين الناس اللي قراو التمثيل، قراو 3 ans 5 ans ديال التمثيل، كنظن باللي يعطيهم فرصه اكثر على الناس مثلا اللي تشهروا في ريزو سوسيو ما قراش التمثيل، واخا يكون وي كيمثل مزيان فما غاديش يكون يعطي نفس التمثيل، طريقه ديال التمثيل صحيحه للناس اللي قراوها من اهل الاختصاص. اكيد شيماء، اكيد شيماء. جهاد، علاش في نظرك الاعمال ما بقاتش كيف ما قلتوا على حساب الهضره ديالك انت وشيماء، ما بقاتش كيف ما شحال هذه، والمحتوى ما بقاش كيف ما احنا باغيين، كيف ما احنا بغينا نشوفوه؟ ربما كيف قلتي فاش كان يعني كنبداو نديروا المقارنه بالاعمال ديال الدول الاخرى كنطيحوا في هذه النقطه هذه. وربما اكثر حاجه خلات المواطن المغربي او المشاهد المغربي يكون منتقد يعني بشكل كبير في هاد السنه هذه ربما هو الكونفينمون. فربما المشاهد المغربي يعني مع الكونفينمون هو اكثر ولا يعني متبع اكثر الاعمال، ربما ولا كيتفرج في كل شيء ماشي غير يعني ما غيتفرج في الاول في الاعمال ديال الاولى في الاعمال ديال القناه الثانيه، الا ما فات شفت التلفازه غيشاهدها على الانترنت، فهمتي؟ وبالتالي وحتى يعني المشاهد مع لي ريزو سوسيو مع اليوتيوب فولا عنده ربما واحد الذكاء اكثر من شحال هذه يعني في 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 في, في هذا الجانب هذا، وبالتالي من حقه غادي يولي يعقب واللي عنده واحد انتقاد واحد مستوى اكبر، تولي عنده واحد مساحه ديال التعبير هي لي ريزو سوسيو كيقول فيها كاع داكشي اللي بغى بكل حريه. دابا مع الحجر الصحي جالس غير تليفون لابتوب ما كاين ما يداري لك هكا في الدار كيحس يعاولجي ويعاود التليفون. فكنظن باللي هذا هو الحاجه اللي خلات ان المغاربه ينتقدوا كاع الاعمال تقريبا اللي ما كانوش حال هذيك يشوفوها ولا ما عندهمش الوقت ليها. دونك انا ما عنديش التراويح فكلشي كيديروه في الدار، كلشي محبوس في الدار، كلشي كيدير نفس الحاجه. كنتمنوا بلي هذا الشيء يزول ان شاء الله عما قريب ونرجعوا كاملين لحياتنا الطبيعيه، ولكن اذا التزمنا بالتعليمات ديال السلطات. اخر سؤال اللي بصراحه ماشي سؤال، مي بالنسبه لكم شيماء وجهاد، كيفاش ولا كيفاش نقدروا اننا نطوروا من المحتوى ديال البرامج ديالنا؟ كيفاش نقدروا نردوا هذا البرامج ترقى بجميع المستويات وتعجب كل شيء؟
ماشي كلشي كلشي حيت اكيد غادي يكونوا انتقادات ما فيه شك، ولكن باش تعجب فئه اكبر. نبدا معك شيماء. بالنسبه لي انا من المنظور ديالي الشخصي، يقدروا مثلا يشوفوا غير البرامج، ما نقولش لك مقارنه، ولكن يشوفوا البرامج في اوروبا، برامج في امريكا، برامج في لاشين، ما كنقولش ينقلوا، غير ياخذوا مثلا فكره ويحاولوا يبدعوا فيها اكثر، لان هما كنظن باللي كيديروا يعني افكار جديده، افكار زوينه. بحال مثلا نعطي مثال بالبرنامج مثلا ديال رشيد شو، هو برنامج اللي كنا كنشوفوه في بلاصه اخرى اكزاكتومون، واخا كيخذ الفكره حاول رشيد العلالي يبدع فيها بطريقته شتيها كيفاش نجحت بغينا ولا كرهنا، كيبقى رشيد شو برنامج ناجح. فكان نقدر نقول باللي الناس مثلا او المنتجين المخرجين يحاولوا مثلا يشوفوا طريقه كيفاش الدول الاخرى كتناول المواضيع ديالها، كيفاش كتعالجها، كيفاش كتطرق لها، كيفاش طريقه ديال التمثيل. هذا ما كنقولش انهم ينقلوا، لا، فيشوفوا غير مثلا فكره طريقه. انا عارفه باللي الدول الاوروبيه او الدول المتقدمه مثلا عندهم امكانيات وعندهم كذا، ولكن عاوتاني كاينين الناس اللي بامكانيات بسيطه تقدر دير محتوى غير بالتليفون، محتوى غير بكاميرا عندها في الدار، وكل محتوى صنعتيه فرصه لبعضياتنا. اللي عنده موهبه خصو تعطيه فرصه، تعطيه فرصه. وعلاش ديالك واضحه شيماء؟ علاش اللي ما يديروش، سمحي لي واخا طولت عليك، علاش اللي ما يديروش مثلا مسابقات اللي هكا في انترنت اللي عنده شي محتوى زوين يقدروا يشوفوا اليوم هما، وعلاش اللي ما يتعرفش يكون كل يعني يكون تكافؤ الفرص، وحتى اللي عنده شي موهبه تبان هنايا وتقدر تكون، علاش لا اللي ما تنجحش. شكرا لك بزاف شيماء، الفكره ديالك واضحه. جهاد، انت واش عندك شي حل انت ولا شي فكره تقدر تعجب الناس ونقدروا بها فحال ان باغيت ماجيك باش كلشي يتبدل ويقول لي المحتوى عجب كلشي؟ ان باغيت لا ما يمكنش. اللي بغيت اللي نقدر نقول هو انه العمل صعيب، واحد العمل انه يعجب كلشي، يعني أكيد. عادي ان يعني كاين اللي غيعجبو هذا العمل وما يعجبوش الاخر، يعني هذا الشيء وارد. يعني كاين اللي نقدر نقول هو ان المخرجين يعني ولا الناس اللي كيسهروا على الاعمال اللي كدوز سواء في رمضان او غير، يعني سورتو في رمضان حيت كي يعني واحد الشهر اللي كناخذوا فيه واحد الكم هائل ديال الاعمال اللي كنشاهدوها، هو انهم يحاولوا ياخذوا وقتهم في العمل، يعني وما يزربوش عليه. كيف ما كنشوفوا مثلا ياقوت عنبر مثلا كفيلم تصور بكري تخدم بكري، ما وكان يعني كان في المستوى بحكم انه كان سال قبل الكونفينمون. كاين اعمال اللي بقات معطله وشاء يعني القدر انه يجي الجي كورونا ويعني ويلقاو صعوبات في الانتاج ديال العمل، وبالتالي كنظن كل ما خدوا وقتهم كل ما خدموا بكري كل ما غادي يكون العمل ناجح ويوصل للمشاهد. وحاجه اخرى هو اننا نديروا بحساب ان يعني الماتيريال ديال التصوير يعني بشكل عام في العالم فهو تطور لواحد المستوى اللي كبير بزاف، وبالتالي بقى علينا نخدمو غير على المحتوى، على السيناريوهات، وعلى يعني اختيار الممثل المناسب في الدور المناسب. اكيد الفكره ديالك انت واضحه جهاد، شكرا لك بزاف جهاد، شكرا لك بزاف شيماء، حيت قبلتوا انكم تدوزوا معنا وتقاسموا معنا الاراء ديالكم بكل صراحه. هادشي كامل كنقولوا حنايا بغيره على بلادنا، حيت بغينا نشوفوا اعمال ناجحه، اعمال اللي يشوفوها على برا ويقولوا عندنا انتاج جميل ورائع في المغرب. وكيف ما كنقول ماشي كاع الاعمال خايبين، ماشي كاع الاعمال ما فيها ما يتشاف، بالعكس كاين اعمال زوينه، كاين مجهودات كبيره كدار. دونك بهكا نكون وصلنا. اكيد كاين مجهودات وحنا علاش كنحاولوا ننتقدوا النقد بناء؟ اكيد مثلا البرامج اللي كنشوفوها مثلا علاش باش غير باش يداركوا مثلا الموقف ولا يداركوا الغلط اللي داروا باش كلشي يولي زوين. اكيد ماشي كلشي غادي يعجب ان شاء الله، غير يحاولوا يبقاو في لو نيفو، الا ما كانوش مثلا يطوروا يبقاو في لو نيفو اللي تعودوا عليه المغاربه. فوالا صافي ان شاء الله. كنتمنى ان الميساج ديالكم يوصلوا للناس، يوصلوا لاكبر فئه من الناس، واكيد انا بزاف ديال الشباب بحالكم حتى هما عندهم نفس الافكار. دونك ميرسي بوكو حيت قبلتوا انا. مرحبا، شكرا لك اميمه.
مرحبا، هكا يكون اللقاء ديالنا لهذا الاسبوع سلا، وموعدنا كيتجدد بكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده، فكونوا دائما في الموعد. باي باي.